الراجل ده في يوم كان مشغل اغاني في بيته بصوت عالي، ولما سكان المنطقه راحوا عشان يشوفوا السبب اكتشفوا ان الاغاني دي كانت بتخبي فعل اقل ما يقال عليه انه شيطان. بس قبل ما نبدا كالعاده عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدا في القصه. قصتنا النهارده بتبدأ في محافظة بني سويف، لما طفل اتولد باسم عبد المولى بكري في عيلة حالتها المادية مش أحسن حاجة، وعشان كده من وهو صغير كان عايز يشتغل ويساعدهم. وفعلا بعد مشورة الأهل والجيران عبد المولى سافر لمحافظة الجيزة، والحمد لله واحدة واحدة ربنا رزقه وبقى يعرف يصرف على نفسه، وبعدها عرف يأجر بيت في الهرم في منطقة اسمها كفر غطاطي اللي موجودة بين الهرم وكرداسة، وهي أصلا عبارة عن أراضي زراعية وبيوتها معمولة من الطوب الأحمر. بس هو اختار المنطقة دي بالذات عشان الناس اللي فيها كانوا بيشتغلوا في الخردة برضو، ومعظمهم كمان من محافظة بني سويف، فالمكان المثالي يعني. والبيت اللي أجره هناك كان من دورين وجنبه مخزن بيجمع فيه الخردة اللي بيبيعها، واشترى تروسيكل والدنيا كانت ماشية زي الفل. وبعدها جاب قريبته اللي كان متجوزها في بني سويف اللي كان اسمها رانيا حسن عبد المقصود، وعاشوا مع بعض في البيت ده. وعايز أقول لكم إن هو من ساعة ما اتجوز كان نفسه يخلف ولد، أمنية حياته يعني. فلما رانيا حملت وجابوا بنت اسمها ملك هو كان متضايق جدا وكان بيضربها عشان هو كان نفسه في ولد وهي جابت له بنت، مع ان اصلا الراجل هو اللي بيحدد جنس الطفل مش الام. بس نعمل ايه بقى، اهي معلومة لحد لو ما كانش يعرفها. وبدل ما رانيا تسيبه هي للأسف كانت بتحبه وعايزة ترضيه بأي طريقة، عشان هي في الأول وفي الآخر ست طيبة وغلبانة بشهادة الناس كلها. فحملت تاني وتالت ورابع لغاية لما خلفت أربع بنات اللي كانوا منا ومي وجنى وسجدة. وعبد المولى بدل ما يحمد ربنا كان بيتضايق أكتر عشان المصاريف عمالة تزيد، وكل ده ما جابش الولد اللي نفسه فيه، وعشان كده ابتدى يعامل مراته بشكل أوحش لدرجة إنه عمل لها عاهة مستديمة في عينيها، مع إنه عارف إن هي دايما معاه على الحلوة والمرة. بس هو عمره ما قدر حاجة زي كده، بالعكس هو كان بيطردها من البيت كمان. ومع إن العيال كانت بتشوف الضرب اللي بيحصل لأمهم، رانيا ما كانتش بتسمح لأي حد منهم إنه يقول كلمة وحشة على أبوهم مهما حصل، وكانت بتستحمل عشان بناتها. وعشان كده ملك بنتها الكبيرة حاولت تتكلم مع أبوها كذا مرة بخصوص الطريقة دي، بس هو ما كانش بيسمع ولا ليها ولا لإخواتها، وده اللي ربى جواهم خوف وكره من ناحيته. ولكن كل ده ما كانش همه عشان هو نفسه لسه في ولد، فتجوز واحدة تانية ومعاها الولد جه وسمى فهد، والصورة اللي انتوا شايفينها دي بيقولوا ان ده ابنه، بس ما لقيتش ولا حاجة بتأكد الموضوع ده. وطبعا من هنا هو ابتدى يفضل عيلته التانية، وكمان كان بيجيبهم عنده في البيت بتاع رانيا. بس الغريب ان رانيا كانت متقبلة عادي الموضوع ده وما كانتش بتشتكي، وحتى كانت بتقول ان ده حقه. بس بدل ما يشوف ان دي برضو حاجة تانية تتحسب ليها، هو من اول هنا خلى عيشة رانيا وبناتها جحيم، والمشاكل كانت بتزيد بطريقة مرعبة لدرجة انه كان بيقول لهم ان هو هيقتلهم كلهم، وبقى يتعاطى مخدرات ويشرب خمر على طول، وكمان ابتدى يسرق موتوسيكلات وياخد قطع غيارهم ويبيعهم عشان يكسب فلوس اكتر. يعني هو ما شاء الله قفل كل الحاجات البني ادم مفروض ما يعملهاش يعني، وعشان كده هو اتحبس اكتر من مرة، واخر مرة كانت في السنة اللي احنا فيها دي او المرة اللي قبل الاخيرة، عشان هو سرق تروسيكل واتقبض عليه بعدها وقضى كام شهر في السجن. ورانيا فضلت مع الخمس بنات في البيت بترعاهم لوحدها. كانت بتشتغل ايوه، اشتغلت في حضانه في المغزى لغايه معانا تجمع وتصيب قطمه وتشتغل بطوط تهضره معايا، كانت بتطلع تشتغل عليهم عشان تصرف عليهم وام جوزها موجود. بس لما عبد المولى خرج من السجن هو رجع وقعد عندها شويه، وبدل ما يقول لها شكرا هو فجأة خد هدومه ومشي من غير ما أي حاجة تحصل، ولا خناقة ولا أي حاجة، وفضل كده لغاية 8 أغسطس 2023 اللي كان بيوافق يوم 3. اليوم ده الناس كلها كانت مروحة البيت بعد صلاة العشاء، والكهرباء كمان كانت قطعة. بس فجأة الجيران ابتدوا يسمعوا صوت أغاني عالي، صوت يعني عالي جدا، فاللي هو إيه ده، مين اللي مشغل أغاني دلوقتي، النور قاطع، الدنيا هص، ايه ده في ايه. لغاية لما مرة واحدة شخص ابتدى يسمع حاجة تانية غير الاغاني، عشان سمع صوت سويت وناس بتقول الحقونا، والاصوات دي كانت عمالة تزيد. فساعتها جري ناحية الصوت، ولما الناس شافوه نزلوا وجريوا معاه لغاية ما كلهم وصلوا للبيت اللي جاي منه الاصوات دي، اللي كان بيت عبد المولى واللي كان طالع منه ريحة دخان قوية. والغريب ان هم لقوا المفتاح بتاع الباب من بره، ولما دخلوا شافوا منظر مرعب عشان شافوا دم في كل حتة على الأرض والحيطان، وبعدها جثة طفلة صغيرة مدبوحة من رقبتها وكانت مرمية على الأرض.
ولما دخلوا جوه أكتر لقوا جثة رانيا اللي كانت برضو مدبوحة. ولما جم يشوفوا إيه ريحة الدخان دي لقوا ملك طفت الحريقة قبل ما البيت كله يولع، وكان جسمها مليان بإصابات كتيرة، وبقية البنات كانوا بيعانوا من نفس الإصابات، ولكن الوحيدة اللي توفت منهم كانت جنى. طبعا بعدها على طول البوليس وصل بعد كذا بلاغ من سكان المنطقة، وابتدوا يدوروا حوالين البيت وفي المنطقة كلها عن القاتل اللي كان معروف انه الأب، عشان سجله الإجرامي الطويل وعشان كلام بناته اللي نجيوا. ولما فتشوا الشقة لقوا عنده مخدرات وطبعا أزايز خمرة كتير. عامل غرزة كل دي أزايز كبيرة صح؟ انت شايف ايه؟ دي اختها الصغيرة اللي ماتت دي. دي الصغيرة اللي ماتت مع امها. اشتغل التروسيكل بتاعه واغاني في الشارع عشان يغطي على صوت ولاده على الصويت، ويبدا يعزل البنات الكبيره في اوضه، ويعزل الام والبنت الصغيره في اوضه، وينتظر لما النور يقطع ويبدا في تنفيذ جريمته. وساعتها الاسعاف وصلت عشان تنقل المصابين على مستشفى الهرم، وعملوا تحقيقات مع اهالي المنطقه اللي كانوا مش مصدقين ان الراجل اللي عارفينه، الراجل اللي كان معاهم كويس جدا، يرتكب جريمه بشعه زي دي. هو طبيعي ما فيهوش اي حاجه، وهو شغال وبيطلع شغله كل يوم، ما فيش اي حاجه، وبيقعد بيتكلم مع الناس، تعامل مع الناس، ومفيش اي حاجه، وطبيعي ومية مية. هو بني ادم زين يعني، طبيعي مفيش اي مشكله يعني. بيشتغل هنا عند واحد هنا اسمه بلال خورده هنا جنبينا. ف انا يعني الموقف نفسه يعني مش قادر استوعب يعني ليه عمل كده. وبعد فتره لقوه عند واحد صاحبه في حي الطلبيه، عشان كذا حد شافه وهو رايح لهناك ولبسه عليه دم، وكان باين على وشه ان هو تحت تاثير المخدرات. وساعتها النيابة خدوه وحطوه تحت التحقيقات، وعرفوا ان هو بدأ برانيا، وبعدها دخل على بنته الكبيرة ملك. بس انا حسبها تحكي هي التفاصيل. بيقول لي هو فيه انت امك واخواتك؟ قلت له ما فيش حاجة. بيقول لي لا فيه. قلت له والله ما في حاجة. قال لي انا قست منكم ومست من الحياة وزهقت وكده، هو موتكم كلكم في 25 سنة بقى مفكرة ده كلام. فراح مرة واحدة لقيته مطلع المطوة من جيبه ودببها هنا كده في كتفي، وراح قطر ابني وخد مني الحلق، وبعد كده سحفني على الأرض كده، خلني جنب والدتي جوه. والدتي كانت متغطية ما شفتهاش خالص من الحاجات اللي عليها. كانت في الأوضة الأخيرة في البيت في الدور الأرضي. دخلت أنا جنبها جوه. دخلني ولقينا عايشة، راح ضربني برضك مرة تاني بالمطوة، وجاب بطاطين وهدوم وحاجات رماها عليا، وجاي برضك يقف جنبي عشان يشوفنا عايشة ولا لا. وقفت نفس لحد ما هو ماشي من جنبي. ضرب ماشي مستحمله، شتيمة ماشي، ما بس موت والكلام اللي انا شفته ده، انا حاسة ان انا نفسي لحد وقتي في حلم. وعمل كده مع كل البنات لدرجة ان واحدة منهم احبالها الصوتية اتقطعت. وبعد ما خلص جريمته شرب سيجارة، وبعدها رش عليهم بنزين وولع في الحاجات اللي حواليهم. بس سبحان الله ملك قامت وعرفت تطفي الحريقة بنفسها. وطبعا اهل رانيا ما كانوش مصدقين ان بنتهم وحفيدتهم اتقتلوا بالطريقة المرعبة والوحشية دي. وابوها كان حزين عشان قال لها كذا مرة تتطلق وتبعد عنه، او حتى يرفعوا عليه قضية خلع. ليه؟ ما رضاش ربنا ده لو كفر ويعود ما يعملش كده. بس هي كانت دايما بتقول له انا لو همشي هروح فين، واكيد مش هتسيب بناتها عند جوزها عشان هو سكته غلط في غلط، واكيد هيوديهم في داهيه بالعيشه دي. بس للاسف واضح ان حتى الصبر اخرته وحشه، عشان حتى بعد ما اتقتلت ابتدى يطلع عليها اشاعات كتير، اشاعات للاسف كانت بتمس بشرفها. والاشاعات دي كانت بتقول ان بنت من البنات قالت لابوها ان امها بتدخل رجاله غريبه البيت وهو مش موجود، وعشان كده هو قتلها، وانها قضيه شرف. بس اهل واصحاب رانيا نفوا الكلام ده خالص، عشان رانيا مش من النوع ده من الستات، وهي كمان ست كويسه وطيبه جدا، والاهم من كل ده انها فعلا كانت بتحب جوزها. الناس هنا جيران بيشكروا دايما في الست بتاعته وبنات انهم محترمين وكويسين وهم ما لهمش حس، ولكن فجاه الجيران بيقولوا احنا سمعنا صريخ فايرين على الصريخ. وحتى عبد المولى نفسه اعترف وقال ان السبب اللي خلاه يذبح مراته وبنته كان الفلوس، عشان هي كانت بتضغط عليه في المصاريف، عشان هي كانت عايزه تجهز ملك اللي كانت مخطوبه لابن عمها ساعتها، وعشان كده شاف ان انسب حل انه يخلص من الهم ده كله ويولع في البيت عشان يخفي جريمته ويعيش حياته مع مراته التانيه. والسبب الاكبر من كل ده ان هي ما كانتش بتخلف ولاد. البنت المخطوبه انا ما اعرفش انها مخطوبه اصلا، حتى دي بنته المخطوبه الكبيره اسمها. دي اللي ماتت في المستشفى ولا لا؟ لسه بين كده وكده. دي خطيبها اسمها ملك. وللاسف القصه مش بتخلص هنا، عشان هو لغايه دلوقتي محبوس وعلى ذمه التحقيق،
بس اللي اقدر اقوله دلوقتي ان الشارع اللي كان في بيته الناس طلعت عليه اسم جديد، والاسم ده هو شارع الموت.